من الخليل ينضم إلينا سيد أنس أبو تبانة، عضو حراك الخليل لتجميد قانون الضمان الاجتماعي. أهلا بك سيد أنس، ما هي أبرز مطالب هذا الحراك؟ أهلا بكم ونرحب أيضا بالسادة المستمعين والمشاهدين لتلفزيون الغد. نحن في حراك الخليل مطلبنا واحد، هو مطلب العمال الفلسطينيين، الشريحة المسحوقة من الشعب الفلسطيني، وأيضا مطالب الموظفين الفلسطينيين المطالبين حاليا بتجميد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، والتي تكمن في كون القانون إلزامي على للتطبيق في بداية شهر نوفمبر المقبل. هذه الإلزامية لتنفيذ قانون الضمان وبالشكل المفاجئ تعني أولا ضياع حقوق الموظفين، حيث أن هناك مجموعة من المطالب تكمن في تقليل نسبة المشاركة الموظفين في هذا الصندوق، حيث أن القانون يوضح بأن النسبة هي 7.2% من الموظفين و 9% من صاحب العمل. والمطلب العمالي المستقل الذي يقود الحراك وتقوده مجموعة من النقابات المهنية التي تمثل شركات محافظة الخليل، ابتداء بشركة ريال، ابتداء بشركات شركة الحرباوي وشركة جنيد وشركة الجبريني ونقابة موظفي عمال بلدية الخليل، وأيضا نقابة الاتصالات ونقابة جوال. فهناك إجماع في محافظة الخليل من جميع النقابات المهنية، من جميع نقابات العمال التي تشكل بمجموعها غالبية الشركات الموجودة في الخليل، حاليا ترى بأن هذا القانون مجحف، يجب تعديله ويجب أن يكون أيضا اختياريا، حيث أن الشعب الفلسطيني يعاني من ظروف اقتصادية سيئة للغاية، أولها الاحتلال الإسرائيلي، وجود الاحتلال الإسرائيلي، ثانيها وجود عدم استقرار الوضع الاقتصادي الفلسطيني، وعدم أيضا وجود استقرار في النواحي السياسية، وبالتالي كل هذه الأمور ومجموعها تؤدي إلى تشكيل حالة رفضية لهذا القانون بصيغته الإلزامية، لأن الشارع الفلسطيني يرى بأن إلزامية هذا القانون من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني، أن يثقل كاهل المواطن الفلسطيني بأعباء إضافية كان يقطعها من أجل وبالتالي ما هي طبيعة مطالبكم؟ هل تقدمتم بمطالب والمصروف؟ معينة؟ هل هنالك صيغة معينة لتعديل البنود المدرجة ضمن هذا القانون؟ وبناء عليها نتوقع أن يكون هنالك أي ردود فعل للنظر في البنود المدرجة ضمن هذا القانون؟ نعم، البنود واضحة حاليا بتجميد القانون، هذا المطلب رقم واحد، تجميد القانون بصيغته الحالية. المطلب الثاني يكمن باختيارية الانضمام إلى صندوق الضمان الاجتماعي إلى حين تعديله، وبالتالي أيضا طرح مجموعة من التعديلات المنطقية والتي تكمن في بعض البنود التي عليها خلاف. وهذه مجموعة من البنود، من ضمنها هيكلية إدارة الصندوق، من ضمنها نسبة مشاركة صاحب العمل والموظف في النظام التقاعدي، بالإضافة أيضا إلى وجود الضامن الحقيقي من الحكومة الفلسطينية للأموال التي ستكون في هذه الصناديق. الحكومة تعهدت بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي ولم تتعهد بالمحافظة على أموال صندوق الضمان في حال الاجتماعي. لم يتم الاستجابة لهذه المطالب ورفضت الحكومة ذلك، كيف سيكون مصير هذا الحراك ومآلاته؟ الحراك في بدايته هو حراك مطلبي، هو حراك حقوقي سلمي حضاري، يكمن في طلب مجموعة من الحقوق للعمال، وبالتالي هذا صمود، تعزيز صمود العمال وتعزيز صمود الموظفين في أرضهم هو مطلبنا. وبالتالي هناك مطلب واضح لسيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين حفظه الله ورعاه، في هذه الظروف الحساسة التي يعتريها المشهد الفلسطيني من ضغوطات أمريكية وضغوطات غربية ومن الاحتلال الإسرائيلي، فلا نريد أن نزيد على الشعب الفلسطيني أعباء إضافية. المطلب واضح، تجميد القانون وجعله اختياريا في المرحلة الأولى، ومن ثم إخضاعه للحوار مع النقابات المهنية ونقابات العمال ومع حراكات العمال المستقلة التي
التي لديها مجموعة من المطالب المنصفة والعادلة أشكرك التي تطالب جزيلا بها مجموع العمال. سيد أنس أبو تبانة عضو حراك الخليل لتجميد قانون الضمان الاجتماعي.